أكد شعبان عبد المنعم متخصص في دراسة المومياوات والهياكل العظمية أن المعاينة المبدئية للهياكل العظمية تشير إلى أنها في أغلب الظن تخص ثلاثة ضباط أو جنود في الجيش، حيث وجد بجمجمة أحد الهياكل العظمية آثار ضربة بالسهم. ودي صور للجماجم والسائل الأحمر. وأضاف دكتور وزيري أنه جاري نقل هذه الهياكل المكتشفة داخل التابوت إلى مخزن آثار متحف الإسكندرية القومي للترميم والدراسة لمعرفة المزيد عن الهياكل العظمية وسبب الوفاة والحقبة التاريخية التي ترجع إليها. أما التابوت فسيتم رفعه بعد عمل الترميم الأولي له ونقله إلى مخزن مصطفى كامل، وذلك بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية الهيئة الهندسية. ودي أول صور للنقل، وصلت الونش، ونش عرضي وخبراء من الآثار. وكان قد أعلن الدكتور مصطفى الوزيري الأمين العام للهيئة العامة للآثار عن وجود 3 مومياوات متحللة وعبارة عن هياكل عظمية داخل التابوت، نافيا صلة المومياوات بأي أسرة ملكية سواء للبطالمة أو الرومان، مؤكدا وجود عدد من الشواهد أهمها أنه لا يوجد نقوش على التابوت أو خرطوش يحمل اسم صاحب الدفن، ولا يوجد لها أي شواهد ملكية. وأضاف في تصريحات صحفية على هامش فتح تابوت الإسكندرية، ده التابوت من جوه وكان فيه السائل الأحمر اللي شالوه، وهنا وهما بيحاولوا يفتحوا الغطاء. إنه تم الاستعانة بمتخصصين من الأقصر والصعيد، وتم إزاحة الغطاء 25 سنتي، وتم اكتشاف 3 مومياوات متحللة ومياه بكميات كبيرة بداخله. لما فتحوا 25 سنتي، بسبب أن العقار القديم الذي كان موجود قبل هدمه كان يعتمد على بيارات في الصرف الصحي وتسبب في تسرب المياه إلى التابوت، موضحا وجود كسر في الناحية الشرقية للتابوت. تسبب هذا الكسر في تسرب المياه بداخله مما أدى إلى تحلل المومياوات. وقدم الشكر للقوات المسلحة التي قدمت الدعم الكامل للفريق الأسري ومدتهم بالدعم والمعدات الكاملة منذ اكتشاف تابوت الإسكندرية. دي لحظة نقل التابوت. كما سكب عمال الآثار المادة السائلة التي جرى سحبها من داخل التابوت الأسري الذي عثر عليه أسفل العقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية في الشارع، مما أثار دهشة واستغراب المواطنين. والعامل بيرمي السائل الأحمر ده في الشارع. وعثرت لجنة وزارة الآثار على مادة سائلة حمراء اللون تنبعث منها روائح نفاذة تغمر محتويات الصندوق من الداخل وتخفي محتوياته بشكل كامل. وسكب أحد العاملين بالموقع 4 جراكب من المادة السائلة التي تم سحبها من داخل التابوت باستخدام مضخة في الشارع بجوار الموقع. وهيقول السبب إنهم عملوا كده. وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن المادة عبارة عن مياه صرف صحي
تغير لونها لتفاعلها مع المومياوات التي عثر عليها داخل التابوت الأسري. وأضاف وزيري في مؤتمر صحفي من موقع التابوت اليوم الخميس أن سكب المياه أمام المواطنين هو تصرف مقصود لإنهاء اللغط حول كونها زئبق أحمر. Thank you.